انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين، قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمركز الاتصالات الشامل التابع لهيئة الكهرباء والماء، وذلك للاطلاع على سير العمل في هذا القسم الحيوي والمهم بالهيئة. وقد أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للقائمين على المركز على الخطوات التطويرية التي تم اتخاذها والإنجازات القياسية التي تم تحقيقها، إذ نجح مركز الاتصال في خفض الوقت اللازم للرد على استفسارات وطلبات المشتركين بنسبة كبيرة، حيث أن 90% من المكالمات الواردة يتم الرد عليها خلال أقل من 20 ثانية. وتمكن مركز الاتصال من إنهاء جميع الاستفسارات وطلبات المشتركين التي يتلقاها، سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال خدمة البريد الإلكتروني الذي استقبل 15,000 رسالة إلكترونية خلال الأشهر الماضية. وانعكس الأداء المتميز لمركز الاتصال على نتائج الاستبيان الذي أجراه المركز خلال مكالماته مع المشتركين، إذ أكد 95% من المشتركين أن مستوى الخدمة المقدمة عال جدا. وفي هذا الصدد صرح الوزير ميرزا بأن هيئة الكهرباء والماء تسعى دائما لتطوير خدماتها للتيسير على المواطنين والمشتركين، كما تهدف دائما لإيجاد أسهل الطرق على المشتركين لإنجاز خدماتهم. في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، قمت اليوم بمعية عدد من المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمركز الاتصالات الشامل التابع لهيئة الكهرباء والماء، لكي نتفقد سير العمل ونتأكد بأن الخدمة التي يقدمها المركز هي بمستوى عالي، وكذلك لكي نشكر القائمين على المركز والموظفين على الأداء المتميز الذي أنجزوه خلال العام الماضي. والمركز هو قسم مهم في هيئة الكهرباء والماء لأنه أول نقطة تواصل بين الزبون أو المشترك في هيئة الكهرباء والماء مع الهيئة، فلذلك طريقة استلام المكالمات والتعامل معها ينطبع فكرة عن الهيئة، وإذا كانت الهيئة هي تقدم جودة ولا لا. وفي هذه الحالة حسب الإحصائيات التي رأيناها أن أكثر من 90% من المكالمات الواردة لمركز الاتصالات يتم الرد عليها في أقل من 20 ثانية، وهذا رقم قياسي إذا ما أخذنا في الاعتبار الكم الهائل من المكالمات التي استلموها في فترة الصيف.